سيادتي مقرر لجنة النشاط. معنا على الهاتف الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين. سيادة النقيب مساء الخير. أهلا بيك، أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى. منذ قليل استمعنا إلى خروج بعض الزملاء من مجلس النقابة وقالوا أن الاجتماع كان وديا ولم يكن رسميا، ما صح ذلك؟ لا يا بيه، اجتماع رسمي وبعت لهم امبارح بالوقت برسائل اس ام اس بخطابات بكل التفاصيل، وممكن اقرا لحضرتك على نص الرساله. نعم. او نص صيغه الخطاب. نعم. السيد زميلي انا قدامي مثلا دعوه زميلنا خالد ميري مثلا. نعم. ده احنا حتى لما اجلته ساعتين عشان كان عندي موعد صباح الصباح. نعم. يعني اجلت الميعاد، قلت ايه؟ نعلم سيادتكم بتاجيل موعد الدعوه على فنجال شاي بمبنى النقابه الى الساعه الثانيه بعد ظهر الخميس، غدا الخميس اللي هو 23 مارس، بدلا من الساعه الثانيه 10 ظهرا، يعقبها دعوه لمجلس نقابه الصحفيين. نعم. لمناقشه تشكيل هيئه المكتب لمجلس النقابه في تمام الساعه الثالثه عصرا يا استاذ مصطفى. نعم. بدلا من الساعه الواحده ظهرا. نعم. والدعوه ورايحه اس ام اس ووصف ورسائل ودعوات عاديه. يعني ده هي مسألة، طبعا انت عارف حضرتك هي القصة مش كده خالص، القصة ان هناك بعض من يريد اخذ اشياء معينة والا يبقى لا. انا طبعا الحقيقة حاولت والله بقدر المستطاع ان يكون هناك تواصل، انا ما عنديش ازمة مع حد من الزملاء، وبالعكس انا اشتغل مع اي حد ما عنديش ازمة خالص. لكن في الاخر هناك آلية للتصويت يتم الاحتكام عليها طالما كان في هناك اكثر من مرشح على ذات الموقع. نعم. الحقيقة أنا فوجئت بأن البعض بيرفض هذه الآلية ورفضوا وانسحبوا، بس أدي اللي حصل مش أكثر ولا أقل. فعملنا قعدنا كملنا، لأن الاجتماع في أغلبية كبيرة موجودة واجتماع قانوني وقائم، فكملنا تشكيل هيئة المكتب وعملنا بعض اللجان، ولا زالت هناك لجان كثيرة موجودة لم يتم تشكيلها، مفتوحة لكل الزملاء للتعاون، وأهلا وسهلا، ما عندناش أي مشكلة من أي نوع. لكن يبقى الأمر بس يا أستاذ مصطفى، نحن لا نريد اللعب بمشاعر الجماعة العمية، ولا نريد يعني كفى أدمات الوضع الحالي في المهنة وفي النقابة، عايزين نشتغل. وبالتالي أنا بدعو كل الزملاء إن احنا نمد إيدينا عشان نشتغل، مش عشان نعرقل، ومش عشان نقعد بقى ننهج نفس المنهج السابق في الخلافات، ولا لأن الحقيقة أنا مش هسمح بده. اللي عايز يختلف براحته، اللي عايز يعني يعترض براحته، هذا حقه. بالعكس ده انا ممكن اسنده كمان لو ان له حق، لكن ان المساله يبقى فيها نوع من تعويق عمل المجلس فده امر غير مقبول على الاطلاق. سيادة النقيب، ما هي اول نقطه في